السلام عليكم. اذا كما هو موضح لينا في البدايه ديال المقطع غادي نهضروا اليوم على محور الموجات وبالضبط الموجه الميكانيكيه المتواليه. نبداو. النقطه الاساسيه الاولى اللي غادي نطرقوا لها هي المفهوم ديال الموجه او شنو هي الموجه. اذا الموجه ما تتقتصرش فقط على المفهوم العامي ديال الموجه اللي تنقصدوا الموجه ديال البحر، ولكن الموجة عندها واحد تعريف خاص من الناحية الفيزيائية غادي نشوفو دابا. نعرفو جميعا بأن الفيزياء مبني على المنهج العلمي، والمنهج العلمي أولى الأساسيات ديالو هي الملاحظة. إذا تيتبنى على الملاحظة. ملاحظة شنو؟ ملاحظة الظواهر الطبيعية اللي ستكون عندها نفس الخاصيات تطرحو لها واحد الاسم. هادشي اللي طرا لينا مع الموجة. اذا فيزيائيين لاحظوا بلي بعض الاوساط اللي تقدر تكون صلبه ولا تكون سائله ولا غازيه، ملي توقع فيها واحد التشوه، تنقصدوا التشوه اضطراب ولا اهتزاز في الماده اللي كتكونوا، هذا التشوه تنتشر ليا في هذا الوسط بلا ما ياثر على الخاصيات المكونه له، بمعنى ان الوسط سيرجع كيف ما كان سابقا. اذا الفيزيائيين هذا الظاهره اللي لاحظوها سموها الموجه. نقدر نقوله بأن الموجة هي ظاهرة انتشار تشوه في واحد الوسط اللي تيكون مرن. فيزيائيين قسموا لنا الموجة إلى جوج ديال الأنواع، قسموا لنا الموجة ميكانيكية والموجة كهرومغناطيسية. السؤال هنا شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو أن الموجة الميكانيكية إلى ما كانش وسط مادي ما تتنتشرش. الوسط المادي ماشي هو الماديات، ولكن الوسط المادي في الفيزيك هو الوسط الذي يخالف الفراغ، بمعنى يتكون من مادة. مثلا الهواء، الهواء واخا ما تنشوفوش بالعين المجردة فهو ليس فراغ، ولكنه يتكون من مجموعة من الغازات والجزيئات. إذا الهواء يعتبر وسط مادي. بخصوص الموجة الكهرومغناطيسية فهي تنتشر في الوسط المادي وكذلك في الفراغ. هذا هو الفرق بينها وبين الموجة الميكانيكية. والموجات الكهرومغناطيسية راه تحيط بنا من كل جانب، الموجات ديال الراديو، الموجات ديال الميكروويف، الموجات ديال الواي فاي، وكذلك الضوء. الضوء يعتبر موجة كهرومغناطيسية حيت كينتشر في الفراغ. هذا السؤال تتسولو عليه في أسئلة الفهم في البكالوريا بعض المرات، تيقول لك اختار الجواب الصحيح. هل الضوء موجة ميكانيكية؟ خطأ. الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، عقلوا عليها الله يرضي عليكم. وبالنسبة للصنفين الموجة الميكانيكية والكهرومغناطيسية، بجوجهم كتنتقل فيهم الطاقة وما كتنتقلش فيهم المادة. مثال الموجة ديال البحر، إذا كنشوف بأن هاد القارب في موضع معين ملي كتوصل عند الموجة تيطلع وتنزل. شنو اللي خلاها تطلع وتنزل؟ هو الطاقة اللي اكتسبها من عند الموجة وبقى في نفس الموضع ديالو. بالتالي كنستنتجو بأن الموجة هي انتقال الطاقة دون انتقال للمادة. وحنا في المحور ديالنا الأول أو الدرس الأول غادي نقومو بدراسة الموجة الميكانيكية فقط، وبالنسبة للموجة الكهرومغناطيسية نقتصر الدراسة ديالها في الوحدة الثالثة، يعني انتشار موجة ضوئية. كتعريف مما سبق قدر نقولو بأن الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار واحد التشوه في وسط اللي تيكون مادي ومرين مع انتقال الطاقة وما كتنتقلش المادة. وملي تنضيفو كلمة متوالية تنقصدو بأن المنبع تنقصدو به المصدر اللي تيحدث ليه هاد التشوهات. كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون مصان. مصان يعني كيدير ليه تشوهات متابعة ومتتالية. والتعريف ديال الموجة الميكانيكية المتوالية تيتحط لكم بعض المرات في امتحانات الباك، دونك ردوا ليه البال. كيتحط على هذا الشكل، عرف موجة ميكانيكية متوالية. والموجة الميكانيكية حتى هي صنفوا لينا الفيزيائيين لجوج ديال الانواع. النوع الاول الموجة المستعرضة اللي تيكون فيها اتجاه تشويه عمودي على اتجاه الانتشار، وفيها جوج ديال الانواع. اول نوع هو الموجة
ديال سطح الماء. وبالنسبة للموجة ديال سطح الماء كيف ما تنشوفو هنا، هذا هو اتجاه التشويه. هنا فين تنقومو بإحداث تشوه، وانتشار ديالو يتم على هذا المستوى. إذا كيفاش داير اتجاه التشويه مع اتجاه الانتشار؟ عموديا. تنقولو بأن موجة سطح الماء ثنائية البعد، يعني ستنتشر ليا في بعدين. المثال الثاني هو موجة طول الحبل. موجة طول الحبل حتى هي نقوم بإحداث هنا واحد تشوه التي يكون عمودي وتنتشر لي على طول الحبل. إذا فهو موجة مستعرضة وهي أحادية البعد لأنها تتم في مستوى أو بعد واحد. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الموجة الطولية التي تكون في اتجاه تشويه موازي أو على استقامة واحدة مع اتجاه الانتشار، وتيف جوج الأمثلة. المثال الشهير اللي هو الموجة الصوتية. كما تنعرفوا فإن الصوت عبارة عن انضغاطات وتمددات في طبقات الهواء. عقلوا على التعريف مزيان. الصوت انضغاطات وتمددات كيف ما موضح في الشكل، يعني الجزيئات ديال الهواء كيوقع لها انضغاط وتمدد. إذا هنا نقوم بإحداث واحد التشوه على مستوى مكبر الصوت، وهذا التشوه تيكون أفقي مع الانتشار. إذا فهي موجة طولية. والمعلومة الثانية اللي خصكم تعرفوا هو أن الصوت كينقسم إلى ثلاثة ديال المجالات. مهمة هاد المعلومة لأنها تتكون حتى هي أسئلة الفهم في البكالوريا. بالنسبة للموجة الصوتية كتتصنف إلى ثلاثة. كاين الموجة اللي كيسمع الإنسان. الإنسان عنده واحد المجال ديال السمع محصور ما بين 20 و 20,000 هرتز. إلا فات ليا هاد المجال ما تيسمع والو. تحت 20 كتسمى الموجة تحت الصوتية ما تيسمعهاش الإنسان. فوق 20,000 كتسمى الموجة فوق الصوتية حتى هي ما تسمعهاش الإنسان. آخر مثال في الموجة الطولية اللي هو الموجات الزلزالية اللي كتحط تاهي في الوطني ولكن بواحد الصفة نادرة. الموجات الزلزالية كتنقسم لصنفين، وفيها واحد الصنف اللي هو موجة طولية غادي نطرقو ليه من بعد. امتحانات البكالوريا بمختلف المستويات يكون حاضر ليا هذا السؤال ديال المستعرضة والطولية بقوة. مثلا هنا يعني نصف نقطة، هل الموجة فوق الصوتية طولية أم مستعرضة؟ إذا قلنا بأن الموجة الصوتية هي دائما طولية، ولا يقدر يتحط لي على شكل اختيارات بحال مثلا هنا. ثانيا اختر الاقتراح الصحيح. ألف، الموجات الصوتية وفوق الصوتية مستعرضة. خطأ، دائما تسمع الصوت طولية. ب، تنتشر الموجات الصوتية بفعل حركة انضغاط وتمدد طبقات الهواء. صحيح. جيم، الموجات الفوق الصوتية مسموعة من طرف الإنسان. خطأ، الإنسان ما تسمعش الفوق الصوتية وما تسمعش التحت الصوتية. كذلك هنا مطروح عندي اختر كل جواب صحيح من بين ما يلي. ألف، الموجة الصوتية طولية. صحيح. ب، تنتشر الموجة الصوتية في الفراغ. خطأ. علاش؟ لأن الموجة الصوتية موجة ميكانيكية، والموجة الميكانيكية قلنا تنتشر فقط في الوسط المادي. جيم، تنتشر الموجة الصوتية في وسط ثلاثي البعد. صحيح. الصوت كينتشر في ثلاثة الأبعاد. نمر دابا لأهم خاصية اللي كتميز هي الموجة، اللي هي سرعة انتشار الموجة. إذا تنعرفوا بأن الموجة تقدر تقطع ليا واحد المسافة بالمتر دي خلال واحد المدة زمنية معينة بالثانية، وبالتالي يمكن الحديث على سرعة. إذا الموجة كتميز بالسرعة ديالها اللي الوحدة ديالها متر بار سكوند ولا المتر سكوند موانز، والعلاقة ديالها الشهيرة هي السرعة تساوي المسافة على المدة الزمنية المقطوعة. غادي نمروا لواحد المفهوم اللي هو مهم في هذا الدرس، اللي هو مفهوم التأخر الزمن. باش نفهموا التأخر الزمني نعتبر الشكل التالي. عند اللحظة تي الموجة كانت عندي في المنبع، يعني في النقطة S. بعد مرور واحد المدة الزمنية اللي كنسميوها طو، الموجة ما بقاتش عندي في S، ولكن الموجة ولات في النقطة M. هذا ما يسمى التأخر الزمني. إذا التأخر الزمني هو الوقت اللي استغرقته لي الموجة باش تنتقل لي من S حتى M. إذا التأخر الزمني عبارة عن مدة زمنية. ترمزوا لي بالحرف اللاتيني طو، وهو المسافة اللي قطعتها الموجة، يعني من S حتى M. ماشي بالضرورة دائما SM، بعض الوطنيات تسمالك AP، بعض المرات تسمالك SP. دونك كنحتارمو التسميات اللي عندنا في الوطن.
بصفة عامة تنقولوا بأن الطول هي اس ام على في، بحيث اس ام هي المسافة يعني بالمتر اللي قطعتها لي الموجة، في طبعا هي السرعة باش كتنتقل الموجة، والطول هو التأخر الزمني، إذا وحدته هي الثانية. وآخر نقطة عندنا في هذا المحور ولا هذه الوحدة ديال الموجات الميكانيكية المتوالية هي استطالة نقطة بالنسبة لاستطالة من بعد. والاستطالة تنقصد بها هي أقصى مسافة لتطور النقطة حول الموضع اللي كانت فيه. وانتم مطالبين فقط تعرفوا التعبير الرياضي ديالها، ترمزوا لها بإيكغيك أم ديال تي هو إيكغيك أس، أس يعني المنبع ديال تي موان تو. وماشي دائما في الوطنية تيحط لي أم و أس، ولكن كيختلفوا التسميات تاع النقط. اللي نعرف هو أن أم هي النقطة المتقدمة يعني اللي سبقات، وبالنسبة للأس كتمثل لي النقطة المتأخرة الأولى اللي كانت فيها الموجة. والسؤال تيتحط لكم على شكل اختيارات كما تنشوفوا هنا، قال لك اختر الجواب الصحيح، بحيث نعتبر النقطة ب تبعد عن النقطة او، يعني النقطة ب هي اللي كتبعد عليا النقطة او. إذا هو الجواب الصحيح الذي نختاره طبعا لهذه العلاقة، إذا غادي يكون الجواب الصحيح هو ألف. علاش؟ لأن إيكغيك بي تساوي إيكغيك أو ديال تي موان تو، ماشي جوج طو، ماشي طو على جوج، ولكن موان موان تو. هنا تنكون سالينا أول درس ديالنا في محور الموجات، اللي عطينا فيه فقط الرؤوس المهمة والعلاقات الأساسية اللي خصك تفهمها واللي خصك تعرفها باش تجاوب على الأسئلة ديال هذا الدرس يعني بكل راحة وبكل جدية. نلتقي في الدرس الثاني.